carpal injuries ايضا is an important subject. طبعا هي هاي الكاربال بون اللي تذكرونها قدامكم تقدروا تراجعونها مثل اللونيت السكافويد مهم جدا اللونيت مهم كابيتيت ترابيزويد ترابيزيوم ريكوترم البيزيفورمز ذيز ار ذا كاربس يسمونها الكومن ستريست انجري اللي يصير بها قد يكون سبرين اوف ذا كاربس ليجمنت شنو يعني؟ يعني ذيز ار اريا ان بتوين تلاحظون هاي هي عباره عن جوينت انتر كاربر جوينت انتر كاربس جوينت زائدا وياها ليجمنت وين ذير از جوينت ذير ويل بي ليجمنت لان احنا قلنا الفانكشن مال الليجمنت ويل مينتين ذا ستابيليتي اوف ذا جوينت فمن تشوف جوينت لازم اكو وياه ليجمنت على مود يحافظ على الاستابيليتي فاذا ذيز ار ا جوينت اند الموست commonest wrist injuries تشوف واحد تنفسخ ايده احنا نقول فسخ او ثني او تمزق اربطه المفصل اذا سبرين اوف ذا كاربس ليجمنت ممكن فراكتشر والموست كومن بون او كاربس بون فراكتشر ان ذا ريست هو السكيفويد او انجري اوف ذا ترينجولار فايبرو كارتليج كومبلكس ترينجولار هنا يصير هذا المكان اي بالديستال راديو ulnar joint dislocation عندك مرات باللونيت or any bone around the lunate subluxation and carpal collapse which may be acute or chronic يعني ممكن يصير عندنا subluxation ممكن يصير dislocation وممكن هذه acute or sometime راح ناخذها as sometime chronic instability احنا عندنا اكو testing for point tenderness مرات نقدر احنا الريست نعرف انه شنو الديزيز بواسطه البوينت تندرنس الم في مكان معين مثلا عندك السكافويد فراكتشر تشوف ذير ود بي ان بين اور تندرنس اون ذس اللي هو اناتوميكال سناف بوكس اناتوميكال سناف بوكس اناتوميكال سناف بوكس تندرنس وين ذير از فراكتشر اوف ذا سكافويد باللون الديسلوكيشن شو ان ذا ميدل ريست نشوف اكو بين اند تندرنس السكيفولونيت انجري سكافويد لونيت انجري جاست بيوند ذا ليستر تيوبركل يعني هذه هي الليستر تيوبركل اللي يصير هنا وهذا هو السكافويد والسكافولونيت انجري فتشوف جاست بيوند ذا ليستر تيوبركل تركوترم انجري ايضا يصير beyond the head of the ulna recuperum injury beyond the head of the ulna هذا ال head of the ulna recuperum هذا injury هنا عن البين يصير عندك الهاميت فراكتشر ايضا at the base of hypothenar this is the thinner group of muscle and this is the hypothenar pain هنا when there is injury to the hamate or triangular fibrocartilage complex injury ايضا اللي قلنا وين يصير in the dorsum of the distal or ulna distal او ulna carpal joint يعني تقريبا هنا تقريبا هذا المكان مال ال PFCC او ال triangular fibrocartilage complex الايماجينج يعني what are the views what are the x-rays doing for the rest اولا احنا عندنا برنسبل او قواعد معينه نتبعها بالاكس راي وشويه الريست مالته نحس بالهذا فالاكس راي ار تعتبر الكي فور ذا دايجنوزز هي الاكس رايز لاحظ الكي فور ذا دايجنوزز الاكس رايز وعاده احنا اكثر من فيو يعني عده فيوات يعني نقدر نشخص انه ذير از انجري تو ذا كاربال بون اولا انت يو ماست اكسبت اونلي ا هاي كواليتي اوف فيلم يعني انت اذا بات فيلم لا تقبله عيده ما نقول نعيد الاشعه هاي وحده اثنين
إذا سوينا إكس راي مثل واحد أجى عندنا تروما للريست أو فول أون أو ستريتش هاند والإكس راي طلعت نورمال، فمو معناته إنه الريست إز نورمال، لا، وإنما يو ماست تريت ذا كلينيكال دايجنوزيس رادر ذان راديولوجيكال دايجنوزيس. يعني تريتمنت مان ذا ريست إز كلينيكال رادر ذان راديولوجيكال. يعني حتى لو الإكس راي نيجاتيف إحنا نعالج أيضا الكلينيكلي نعالج. عادةً we are repeat the X-ray after 2 weeks later. مرات نعيد الأشعة ورا أسبوعين مرات تجينا راح نشوف إحنا فراكتشر سكافويد. أول initial X-ray ما يبين كل شيء ورا أسبوعين طبعاً إحنا نعالج نعالجه ونحط باكسلاف العظم الزورقي. ورا اسبوعين نعيد الاشعة راح يبين عندنا الكسر واضح. فاذا repeat the x-ray after 14 days. Initially we have three standard views. احنا عندنا ال AP view and lateral view with the wrist in a neutral position. يعني شنو neutral is not deviated. بينما ال oblique view هذا للريست بالضبط هذا للسكافويد view. الأوبليك فيو ناخذ للسكافويد يسمونه سكافويد فيو احيانا اللي هو شنو ناخذه هو عباره عن اي بي فيو وذ النر ديفيجن اوف ذا ريست وناخذ الصوره يبين عندنا السكافويد كلش كلير. اذا شفنا هاي كلها طلعت نورمال ولكن الكلينيكال فيتشر سجستد كارب انجريز فرذر ريفيوز مي بي نحتاج. واحد مثلا يقول انه بيفيو الريسك ان ماكسيمم انر ديفيشن اند ذن ماكسيمم راديال ديفيشن او مرات يسمونه موشن فيو. الموشن فيو ناخذ اشعه هذا الموشن فيو ان اوردر تو اسيست ذا ستابيليتي اوف ذا كاربال بون. ناخذ اي بي فيو للريست ان انر ديفيشن نمبر 1 ان راديال ديفيشن نمبر 2 ان فليكشن نمبر 3 and an extension. هذا يسمونه motion view. وأكو view يسمونه clinched view يعني تأخذ الأشعة AP view والإيد يعني يسد إيده يطبقها clinched his hand. The principle of management in general for injuries of the carpal bone. يقول لك even in trivial injuries مرات يقول تروما بسيطة بس هاي التروما البسيطة maybe causing injury or torn of the intercarpal ligament و maybe later هاي injury of these ligament maybe later develop carpal instability. If the X-ray are normal ولكن clinical suggestion ولذلك you must splint يعني تحط back slab أو تجبيس لمدة أسبوعين وراها نعيد الأشعة مثل ما قلنا. أوكي؟ الفراكتشرز may be قلنا more obvious after few weeks, 2 weeks, 3 weeks. شوف حتى السكند نيجاتيف يعني أنت إذا أخذت أشعة ورا فترة وطلعت نيجاتيف أيضا الإكس راي. This أيضا بنفس الوقت does not exclude a serious bone or ligament injury. أيضا لا تقول إنه ماكو شيء، لا احتمال ماكو شيء طالما أكو clinical pain and clinical conditions. وطبعا من نشوف هاي الوضعية راح توصل عندنا إلى لا ما نلقى شيء بالإكس راي. يعني عندنا الأشعة مرتين ما لقينا شيء بنفس الوقت الاكسري از نورمال ولكن المريض از ستيل كومبلينينج فاحتمال نستفاد من السي تي سكان ومن الام ار اي ان اوردر تو كاتش اور كونفيرم ذا دايجنوزيس. طبعا الموبيلايزيشن الامبوبيلايزيشن العفو التثبيت والبلاك سلاب يستمر عندنا كل ما يستمر ونرجع نفحص مرت اللخ يا اما الى ان symptom disappears, settles. أو نلقى التشخيص. واضح؟ هاي البرنسبل مالتها عادة.
باللاترال اكس راي اكو عندنا هنا اذا نلاحظ this one هذه lateral x-ray this is the lower third of the radius this is the donate this is the cavitate and this is the third metacarpal وهذا السكافويد هذا شوفوا النقاط المغلل هو السكافويد فنورمالي اكو هذا اللاين في الايماجيناري ايماجيناري لاين باللونجيتودينال اكسس مال اللور راديوس it will be bisect يخترق اللونيت بالنص ويخترق الكابيتيت ايضا بالنص ويطلع قبل على الثرد ميتا كاربلز بالنص وتشوف هن هذني هنا كولاينرز لاحظ يعني ذني شوف ذني البونز ار كولاينرز يعني باستقامه واحده السكافويد تكون لاي اوبليكلي وضعيتها الزاويه اللي تكونها باللونجيتودينال اكسس مال السكافويد واللونجيتودينال اكسس مال الديسكولاينر لاينز 45 هاي الزاويه 45 هذا نورمالي هذا معناته از ستيبل واضح اب نورمالي مرات اكو يسمونه بالدورزال انتركاليتد انستابيليتي از ا تايب اوف انستابيليتي ان ذا كاربال بون واكو يسمونه بالفولر انتركاليتد انستابيليتي الدورزال انتركاليتد انستابيليتي تلاحظ هنا انه اللونيت راح يفتر ويصير اتجاه هذا الدورزال سايد وهذا الفولر سايد هذا الدورزال سايد وهذا الفولر سايد تشوفه راح يفتر ويصعد لفوق بهالاتجاه فهذا يسمونه افتر اللونيت صار دورزال انتركاليتد دورزال انتركاليتد سيجمنتال انستابيليتي والانذر كونديشن اللي انه هنا نشوفه اللونيت الدايركشن مالته صاير فولري فاذا فولر انتركاليتد سيجمنتال انستابيليتي لاحظ هذه نورمالي هذا اللونيت صاعد لفوق وجهه صاير دورزال انتركاليتد سيجمنتال انستابيليتي وهذا اللونيت صاير فولري فاذا فولر انتركاليتد سيجمنتال انستابيليتي هذا الحكي كله هذا اللي هسه حكيناه اوكي ذا سيم ثينجز نجي الى الفراكشر سكافويد از فيري امبورتنت سبجكت فراكشر سكافويد فيري امبورتنت السلام عليكم مبارك شوف هناك بلا زحمة عليك. الفراكتر سكافويد از اكمن الحقيقة. تشوفه انه الهيستوري او الميكانيزم اوف انجري از افول اون اوت ستريتش هاند. لاحظ يطخ هنا ينكسر السكافويد. وهو ليش ينكسر السكافويد؟ يعني انت لو تلاحظ This is the scaphoid. شوف أولا هو oblique. زين يشترك بين ال proximal row وال distal row of the carpal. فأي تروما من يصير هنا تروما و put your hand on outstretched hand راح يصير exert pressure ينكسر العظم مال السكافويد. فهذا اللي يخلي السكافويد susceptible for fractures. واضح؟ بنفس الوقت هو ايضا عنده فد سترونج ليجمنت يربط ما يخليه يتحرك دائما هاي سترونج ليجمنت هي تحافظ على الاستابيليتي بس بنفس الوقت من السير تروما ما يزلق او يزلط منها ومنها يبقى ثابت بمكانه لان الليجمنت ما يخليه يتحرك فاذا بقى ثابت بمكانه راح ينحصر وينكسر ايضا 75% من الفراكشر اوف ذا كاربال بون 75% هي بالسكافويد والسكافويد فراكشر موست اوف ذيم ار ستيبل لاحظ بالتشيلدرن رير او الادلت في تشيلدرن اند اولد ايج اليوجوال سايد تلاحظ هنا السكافويد هذه تيوبركل هذه الويست وهذه البروكسيمال بول فراكشر هذه المكانات اللي عاده المور كومن شوف ذيس از ذا بروكسيمال بول This is the waist and this is the tubercle of the scaphoid. The blood supply مال السكافويد يجي يعني منه يروح proximally واضح؟ يجي يعني من يجي منه الدم ما يعبر يزود السكافويد وإنما يعرو يجي يفتر ويبدي يوزع الفيزلز مالته منه proximally
يعني it will be diminished, the blood supply diminished, يعني الدم اللي يوصل لهذا المكان proximal هو أقل غزارة من الدم اللي يوصل للمكان هذا. ليش؟ هو بالعكس المفروض الدم من هنا يجي ويطلع قبل, لا هو يجي من هنا ويفتر من هنا إيش. فإذا diminished proximal, ولذلك تشوف الأفاسكولار نيكروسيس is most common, كل ما نقترب من ال يعني الفراكتشر سايت كل ما يقترب من البروكسيمال كل ما تزود النسبه مال الافاسكولار نيكروسيس اند نون يونيون. الكلينيكال فيتشرز الحقيقه مال الفراكتشر اوف سكافوليد طبعا قلنا اهم شيء هو عندنا هيستوري اور افور اون اوتستريتش هاند. الابيرنس من يجيك هذا شوفه نورمال يعني ما تشوف فد شيء مو ذاك مثل نقول فراكتشر سكافوليد تقول لي there is a severe deformity أو فد شيء. ماكو deformity وإنما كل ما هنالك احتمال تلقى شوية يصير عندك what we call it fullness بالanatomical snap box. تجي تفحص هنا الدوز there is a tenderness on the anatomical snap box. هذا السناب بوكس. Proximal pressure on the لاحظ اولا هنا تندرنس شوف يلزم الابهام يلزم بروكسيمال بريشر يعني تلزم الابهام والدفع بهالاتجاه it is very painful وايضا there is pain on the dorsiflexion و pain on gripping يعني من يصم ايده حيل على اصبعك شوف pain واضح؟ These are actually clinical pictures of fractured scaphoid. احنا قلنا بالاكس راي الاوبليك فيو او يسمونه بالسكافويد فيو والموشن فيو اللي قلنا انه ناخذ اي بي فيو للريست ان النود ديفيجن راديال ديفيجن فليكشن اند اكستنشن يراوينا اذا اكو انستابيليتي او يكون مفتوح ينفتح الكسر بالحركات مرات انه قلنا احنا الفيرست او الانيشال اكس راي ما يبين بها شيء ولذلك افتر فيو ويكس مي بي مور اوبفيوس طبعا من يصير عندنا بالاكس راي اذا صار عندنا ديليد يونيون اذا تلاحظ يصير كافيتيشن شوف هسه هذا ديليد يونيون شلون تعرفه انه هذا الفراكتشر از نوت نيو وانما از اولد بيكوز اوف ذير از ا كافيتيشن لاحظ هذا الكافيتيشن اذا ذير از نون يونيون وهذا الكافيتيشن فاذا ذيس از ان اولد فراكتشر مرات بالان يونايتد هذا ديليد يونيون فرقه عن الان يونايتد تصير هاي الاند مال فراكتشر سايد ار سكلوروست يعني شنو سكلوروست؟ يعني مور دنس بيضة لونها ابيض كلش لاحظ مرات ايضا يصير عندنا افاسكولار نكروسيس والافاسكولار نكروسيس ايضا مهم جدا عندنا بيكوز اوف ديمينيشت بلاد سبلاي مرات يقولون الفراكتشر سكافويد از انستيبل حقيقه يعني هو هذا تقريبا ما تشوفوه انتم بس هو اكثر شيء يعني ثيوريتيكال احنا بحياتنا العمليه هم نشوف عندك الاي بي فيو لاترال فيو عندك السكافويد فيو از فيري امبورتنت بس وات ار ذا راديولوجيكال ساين اوف انستيبيليتي اوف فراكتشر سكافويد يعني مرات من نشوف الفراكتشر سكافويد نقول هذا الفراكتشر سكافويد از انستيبل لاحظ يا اما الفراكتشر يكون اوبليك هو عاده ترانسفيرس اذا كان اوبليك ات از موست بروبابلي انستيبل او جاب از 1 ملم جاب كبيره تفتح فتحه كبيره وياها فراكتشر وياها ديسلوكيشن فراكتشر ديسلوكيشن البروكسيمال بول اوف فراكتشر سكافويد از 1 اوف راديولوجيكال ساين اوف انستيبيليتي وقلنا من الساعة الموشن فيو از بوزيتيف احنا عادة الاستيبل هو نسوي له كاست الكاست مالته يسمونه جلاس هولدنج بوزيشن الجلاس هولدنج بوزيشن وكأنما شلون وضعية الكف مع الأصابع والرسغ وكأنما شخص ده يمسك جلاس كبير ده يمسك بيده فهو هذا شنو يكون جلاس هولدنج بوزيشن لاحظ الوضعيه كانما ماسك جلاس، الجلاس
واخرى تجبس عليه. فاذا هذا هو البوزيشن. طبعا احنا قلنا نسوي اكس رايز قصدي نبقي تجبيس مالته 6 اسابيع بس كومبليت بي او بي، هاي يسمونها سبايك سكافويد سبايك، سبايك مثل سبايك انكلود ذا ثمب اللي تختلف عن اللور راديوس، فالثمب از انكلود. لاحظ نخلي 6 اسابيع ونشوفه عاده يصير بي هيلينج. واضح؟ بس ورا 6 اسابيع اذا ما لقينا هيلينج ها شو نسوي؟ ري ابلاي فور ذا كاست، يعني نرجع نطبق الكاست وايضا نخليها بعد 6 اسابيع اخرى. اذا شفنا ماكو فاحنا يعني ما صار هيلينج فنحتاج الى اوفر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن وذ chips of bone graft. واضح؟ هذا اذا كان الفراكتشر ستيبل. اذا كان الفراكتشر از انستيبل ومثل ما قلنا شفنا الراديولوجيكال ساين اوف انستيبلتي اوبليكيوتي بروكسيمال بول فراكتشر وان مون، هذه هنا قبل احنا بعد نروح سيرجري اللي هو اوبر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن. فاذا ستيبل نسوي كاست لمده 6 اسابيع وراها نفحص ونسوي اكس راي، اذا هيلينج فبها، واذا نوت هيلينج نرجع نسوي 6 اسابيع وراها، اذا هيلينج فبها، واذا ما صار هيلينج نسوي بون جرافت زاد اورف اوبر ريدكشن انترنال فيكسيشن. اذا لا الفراكتشر من البدايه شخصناه از انستيبل فيحتاج قبل نسوي اوبر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن. واضح؟ نعم. هذه العملية مالته، هذا البري يسمونه هاربر سكرو فور فيكسيشن اوف فراكتشر سكافويد. عندك شوف هنا باب علي، هذا شنو؟ هذا هو هاربر سكرو فور فيكسيشن اوف ذا سكافويد. وات از ذس radiolucent area. Anybody can told me? Oh, fusion. On our side, هسه هذا فصل طبعا الكومبليكيشن اذا تذكرون افاسكولار نكروسيس نون يونيون اوستيوارثرايتس. These are the most important complication of fracture scaphoid. Avascular necrosis, non union and osteoarthritis. Injury of ulnar side. يعني بالضبط ال ulnar side of the wrist أو يسمونها بال distal radio ulnar joint. احنا شفناها هاي وين نصير بها injury؟ بالجاليازي fracture. Fracture of lower radius with dislocation of the distal radio ulnar joint or in condition or in hyperpronation تفتر الايد للداخل pronated. فاذا in hyperpronation فبهذه الكونديشن اللي injury in the distal radio ulnar joint نشوف انه there will be injury to the triangular fibrocartilage complex يصير بيتون بالulnar styloid avulsion يصير ايضا ulnar styloid the articular surface of the ulnocarpal joint or distal radio ulnar joint is damaged. لاحظ هذا هي distal radio ulnar joint، هذه هذا fibrocartilage هنا واضح، هذا هو ulnar styloid، هذا radial styloid، هذا ulnar styloid. واضح؟ طبعا clinical feature there is a tenderness over the distal radial ulnar joint, pain on rotation
واكو كيساين اذا تذكروا يسمونه باليانو كيساين اللي شفناه بالرياضي ايضا. يانو كيساين من دوس من السيل سب لوكيشن اوف ديس لوكيشن اوف ذا ديستال النر هيد اوف ذا النر هيد يصعد لفوق تنزله بصبعك توخر صبعك يرجع يصعد. دايكري كي اوف ذا بيانو يسمونه بيانو كيساين. طبعا الامبينج ان الارثروسكوبي لاترال فيو ان برونيشن اند سوبنيشن شو ان كونجرويتي اوف جوينت دي فيو ميشر يو النر ستايلويد ابرشن اور فراكتشرز. ايضا ارثروغرافي تلوين ام ار اي ارثروسكوبي مي بي نيد تو كونفيرم ذا دايجنوستس. طبعا الـ treatment is cast on شنو؟ supination لمدة 6 أسابيع أو أحيانا نحتاج إلى fixation by K-wire. fixation by K-wire مرات الـ reduction مال الـ distal radial ulnar joint is irreducible، يعني من تسوي له reduction closed ما يرجع، وخر إيدك يرجع يخلع، فقد يحتاج الى اوبر ريدكشن اند ايضا انترنال فيكسيشن. والكرونيك انستابيلتي مي ريكوير ريكونستركتيف سيرجري. الترينجولار فايبرو كارتليج كومبلكس تير شود بي ريبيرد. هاي كلها بالتريتمنت. ذيس بيست فراكتشر اوف ذا النر ستايلويد اذا اسوشيتد وذ بين اور انستابيلتي it should be fixed by small screws styloid process of the ulna. lunate and prelunate dislocation هذا هو lunate dislocation هذا هو prelunate dislocation. الميكانيزم مالته يصير a fall with the hand will be forced into dorsiflexion maybe tearing the ligament. فانت عندك بالprelunate اللي هو which is the most common in prelunate dislocation in which the lunate يبقى in contact with your radius. بينما and the rest of the carpus is displaced backward. تلاحظ backward displaced. The lunate dislocation in which the lunate may be levered out of position. فيصير بي displacement تلاحظ يطلع هنا. هذا lunate dislocation. هذا prelunate. شوف prelunate lunate يبقى in attached to the radius بينما الكاربس تطلع. هذه نورمال. واضح؟ طبعا انه كلينيكلي الريست از بينفول اند سوولن ايضا، واحتمال انه لان هذا شنو عندك هنا هذا اللونيت خاصه يضغط على الميديان نير فيسوي لك ساين تقريبا مال كاربال تانل اور باراستيزيا او ميديان نير كومبريشن. الاكس راي طبعا يكون واضح خاصه باللاترال فيو كلش واضح يبين مثل ما شوفوا شلون بالاكس راي هذا شلون واضح خاصه اللاترال فيو بالاي بي فيو مو كلش واضح يبين. اوكي التريتمنت هو كلوزد ريدكشن اند سلاب. نخلي سلاب كلوز ريدكشن نضغط على اللونيت يرجع لمكانه نسحب الهاند من الهام والهاي نفتح الرسك الرسك ينفتح عن الجره ندفع اللونيت يصير ذا ريدكشن ايضا. وقد نحتاج الى كي واير بيركوتينيوسلي مي هولد ذا ريدكشن. اف فيلد ريدكشن ان كلوز ريدكشن نحتاج الى اوبر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن. لاحظ؟ نعم. Like K wire using K wire for dislocation of the lunate. Even هذه اللي أكبر review. سويت reduction. نحن شلون نسوي لك reduction اللونيت أيضا. بعض شلون يدفع هذا هو اللونيت هنا يدفع يسحب واحد يسحب الهان ويصير بي reduction وهذا هو الكاست مالتنا أو البي أو بي كاست. شوف يختلف عن أبو السكافويد اللي وصلنا هنا.
أو الريست إنجري ما يوصل للإبهام، الإبهام يكون كومبليتلي فري. أيضا one of the key wire fixation for donate and pre-donate exposure. هذه طبعا عملية جراحية the fracture of the scaphoid. هذا الابروتش مالته، هذا هو العظم، بين عندنا هذا الفراكتشر. لاحظوا شلون الفراكتشر، هاي بروكسيمال بول فراكتشر سكافول. ايضا هنا اللي يسوي فيكسيشن يطلع ينظفه ايضا، ويبدي هاي الانسترومنت يعني الادوات اللي نستخدمها السيرجري اون سكافولد. هاربرت سكرو، هاربرت سكرو هذا اللي شفناه من السنة. Thank you very much. خلصت المحاضرة.